يواصل منتخب الكويت لكرة القدم تدريباته اليومية على أوساد نادي الكويت الرياضي بقيادة المدرب الوطني ثامر عناد، استعدادا لخوض مباراتي الجولة الرابعة والخامسة من التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022 وكأس آسيا التي ستقام في الصين عام 2023. وسيخوض الأزرق لقاء أمام نظيره الصين تايبيه الخميس المقبل، فيما يلتقي مع منتخب نيبال في 19 من الشهر الجاري في بوتان. وشهدت تدريبات الأزرق تواجد صديفي للترويج لدورة كأس الخليج 24 والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 24 من الشهر الجاري وحتى 6 من الشهر المقبل. الاستعدادات بدأت بعد انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري، فمن البارح اللي هو يوم السبت بدينا التمرينات، اللاعبين لعبوا يوم الجمعة صار عندهم تمرين ريكفري اللاعبين، فإن شاء الله اليوم راح يكون الفريق مكتمل أثناء التمارين، التحضير الذهني، التحضير المعنوي من الجهاز الفني، الجهاز الإداري، راح نكون إن شاء الله على أتم استعداد حق مباراة صين تايبي يوم الخميس بإذن الله. طمن الجماهير ورسالتكم لهم. اطمنهم من خلال الابتسامه، بالعكس ان شاء الله تفائلوا خير، ونطلب مساندتكم ووقفتكم معانا وحضوركم ان شاء الله يوم الخميس، وباذن واحد احد ما راح نطلعكم ان شاء الله الا فرحانين ومستانسين ان شاء الله. احنا امس بلشنا اول يوم تمرين وان شاء الله اليوم ثاني يوم، احنا جاهزين حق المباراتين القادمين ضد صين تايبي ونيبال، وبس احنا طموحنا اول شيء 6 نقاط بالمباراتين هذه، بعدين ان شاء الله نفكر بكاس الخليج. شبيب فرض نفسه في الفترة الأخيرة ما شاء الله. الحمد لله، هذا توفيق من رب العالمين وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. شو توعد الجماهير الرياضية؟ إن شاء الله نقدم كل ما عندنا وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وفانا التوفيق إن شاء الله. بالبداية إحنا كلاعبين عنا على 3 نقاط أمام الصين وتايبي، ومن ثم نركز على لعبة نيبال، لكن إحنا كلاعبين لازم نركز كل مباراة نعطيها لها أهميتها علشان ناخذ 3 نقاط، ومن ثم ان شاء الله نفكر بلعبه نيبال. هذه بالنسبه للتصفيات. بالنسبه لكاس الخليج، احنا كلاعبين جهاز فني واداري يجب علينا نركز على التصفيات اولا، ومن ثم ننتقل الى كاس الخليج لا حسبه ثانيه وحسبه اخرى، وان شاء الله نطمن الجمهور الكويتي، نقول له ان اللاعبين على اكمل مسؤوليه وباذن الله قدها. الهدف يعني هو واضح، الترويج لبطولتنا بطولة كل الخليج 24. الهدف أكثر أن احنا ندعو الجماهير الكويتية وحبايبنا وأشقائنا في كل الخليج مش بس الكويت، أنهم يحضرون للدوحة ويؤزرون منتخبات بلادهم، وفي نفس الوقت يتواجدون في هذه المنشآت اللي راح تكون إن شاء الله استضافتنا لكأس العالم 2022. شلون شفت التفاعل ان شاء الله؟ يمكن الحين الرابع يوم تقريبا. شوف، دائما وابدا التفاعل مع بطولاتنا في الخليج تفاعل قوي، تفاعل شعبي، تفاعل من القلب للقلب، فطبيعي ان نشوف هذا التفاعل وهذا الحماس عند العيال في الكويت سواء كانوا صغار او حتى اخواننا الكبار. زين، فكره اصديفي شو السبب، الهدف منها او يعني فكره؟ يعني احنا في النهايه هذا شيء من بيئه الخليج، في النهايه صدفه، هي عباره وموجوده في الكويت، موجوده في قطر، موجوده في الامارات، موجوده في البحرين، موجوده في الكويت وحتى في جزء من السعوديه وعمان. ففي النهايه ان احنا لابد ان دائما نروج حق الاشياء اللي تنتمي لمناخنا، لطبيعتنا، لاجوانا. بس زين، استعدادكم للخليج طبعا ما شاء الله مستعدين، من ياخذ البطوله؟ قطر ان شاء الله. لا طبعا ما في نقاش، طبعا احنا في النهايه نقدر ونحترم كل المنتخبات المشاركه اكيد، بس انا ثقتي وايد كبيره في منتخب بلادي.